طيب بس شكله انقطع علينا بسبب الوقت. طيب تعالوا الآن، الكل الآن يسمع صوتي، صوتي واضح، ما في شيء مشكلة. ثالث تسمعوا صوتي واضح؟ واضح. نحن قلنا لغاية 61، لما نطبقها 61 في معي 5 عناصر مفقودة، لأنه شوف 1 2 3 4 5، فبيكون 5 عناصر مفقودة. طيب تعال شوفوا لي لما يكون العنصر اللي بعده، هذا العنصر كم انقطع عندي ولا افتقد؟ انقطع عندكم؟ لا لا، هو خمسة. انقطع عندكم. هنا كم عناصر كمان مفقودة؟ بيكون 5 عناصر مفقودة. طيب تعالوا شوفوا لي على اللي بعده كمان. شوفوا هنا، هنا كانت 3 في 3، تمام؟ شوفوا هنا لما كانت 3 في 3 فقدنا عناصر. طيب تعالوا شوفوا لي لما يكون مش 3 في 3، لما يكون اللي هي 3 في 5، يعني 3 صفوف و5 أعمدة. شوفوا ايش اللي يقع، النص 53. طيب لو حددنا النقطة 55، شوفوا ايش بنطبق. طيب لو حددنا 65، كم بفقد عناصر؟ كم هنا بيتم فقد عناصر؟ خمسة ستة ستة لا 5، ركزوا هنا، واحد خمسة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هنا 1 2 3 4 5، بيكون 5 عناصر مفقودة. طيب لو كان هنا كم عناصر مفقودة؟ كم عناصر مفقودة؟ هنا معك 2، وهنا معك 2، وهنا معك 5، ثمانية يعني 9 عناصر. لا هنا سبعة معك سبعة 5، تسعة 9، هنا 5، وهنا سبعة 2، وهنا 2، 9 عناصر. ففي عناصر كثير مفقودة، مش لا 1 ولا 2 ولا 3، في عناصر كثير مفقودة. فبالتالي كيف نحل هذه المشكلة؟ أنا الآن بالنيبرهود بروسيسنج في معك مشكلة، لذلك يا سيدة ثالث لما تيجي تشوف الصورة، لما تعمل لها انهانسمنت بتحصل بالحواف ما تمش، يعني حتى لو استخدمت الفوتوشوب لما تجي تطبق الفلتر على الصورة تحصل حواف الصورة، الحواف اللي الأطراف قصدي اللي الإدجز، فالإدجز حق الصورة ما تحصلش فيها تحسين، تحصل زي ما هو، التحسين بيكون بنص الصورة. فالمشاكل اللي زي كذا إيش اللي نعملها؟ فبالتالي اللي قريب من الإدج والإتش كمان ما يكونش فيها تحسين. فكيف نحل هذه المشكلة؟ في معك طريقتين لحل هذه المشكلة. الطريقة الأولى، طيب دقيقة بس، لا هذه إحنا طبقناها. طيب شوفوا إحنا قلنا كيف نحل هذه المشكلة. الطريقة الأولى شوفوها، إنه ما روحش على الحواف خالص، إنه مثلا 58 يمكن إنني أشتغلها، 53 أشتغلها، 25 كمان يمكن أشتغلها، لأنه عاد الماسك بداخل هذه الصورة يمكن أشتغلها. هنا ما أقدرش أشتغلها لأنه في معك 3 عناصر مفقودة. فهذا الحل الأول، إنه اللي تكون خارج الحواف ما عدلش عليها وأخليها زي ما هي. وهذا كان صح إنه حليت لنا، ولكن مش بشكل جذري، معناته هذا نوع من أنواع التحسين على الصورة، واللي تحصلها بالفوتوشوب، بحيث إن الصورة اللي بالنص تعدل، لكن اللي بالحواف والقريب من الحواف الإتشز ما يتمش تعديلها. فكانت هذه أحد الحلول. فيقول لك the mask is only applied to those pixels in the image, for with the mask will lie fully with the image، يعني اللي تكون بداخل الإيميج، اللي خارج الإيميج مش ممكن. هذه كان الحل الأول. طيب بس هذه إيش معناته؟ هذه معناته إنه all pixels except for the edge، يعني كل البكسلات ما عدا الإتش هي اللي بيكون فيها تعديل، ما عدا هلا. فبالتالي الصورة اللي بتكون من بعدها، يعني الصورة اللي عملناها عملية تحسين، بيكون أقل من الصورة الأساسية، لأن إحنا حذفنا ما عملناش أي تعديل على الإدجس، فبالتالي قللنا بس أو حصرنا عدد البكسلات اللي بيتم فيها انهانسمنت فقط بالنص اللي بالوسط، والأطراف والقريبة من الأطراف حذفناها. فبالتالي هذا صح إنه بيعمل لك انهانس، ولكن مش بهذاك الانهانس اللي هو القوي، يعني بتحصل الإتشس والقريبة من الإتش ما فيهاش أي تحسين. وكمان شوفوا لي لو كان هذا البكسل، يعني لو عملنا ماسك كبير، فالماسك هذا كم في باك؟ 1 2 3 4 صفوف وأعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. فلو كان هذا الماسك كيف بتغير قيمة واحدة بس، لكن البقية ما بتقدرش تروح لهنا ولا هنا ولا هنا، يعني بس بتعدل قيمة واحدة، وهذا زي ما قال تركي.
انه ما بيظهرش التعديل لانه بيكون على بيكسل بس، وين التعديل بيظهر؟ ما بيكونش ظاهر. فبالتالي يقول لك لو كانت هذه الايمج كلها 6 في 9، لانه عد 1 2 3 4 5 6، 6 في 9. فلو كانت هذه الصورة وطبقنا هذا الماسك، فالصورة الناتجة بعد التعديل هذا كله بيحذفها، فالصورة الناتجة بعد التعديل بتكون 4 في 7، وهذا قلل لك عدد الإيميج وصح عمل إنهانس ولكن ما بيكونش ظاهر. فكلما كبرت الماسك كلما قلت عدد النقاط، كلما ما شفناش الإنهانس بشكل كبير. لكن إذا قللنا الماسك خلينا عدد السفلى أعمدة قليل، يمكن يكون في تحسينات ولكن مش بالشكل اللي احنا نشتهيه. واضح؟ واضح يا ثالث؟ واضح كلامي واضح واضح؟ استاذ، يعتبر مشكلة هذه، أيوة أكيد مشكلة. فنحن لأن خلينا فقدنا الصورة أجزاء. بالضبط، بس هذه يقول لك حل، قال لك أحد الحلول حق هذه الآن، الحل الأول نحن نفقد أجزاء، وهذه كمان في مشكلة. يعني صح إن احنا حلينا المشكلة بس تم فقدان أجزاء، طيب الحل الآخر، لذلك أنا بجيب حل آخر. الحل الثاني فشوفوا، افترض هذا الحل اللي قلت لك اللي بتفقد أجزاء، شوفوا هذه الآن المثال اللي أنا قلت لك عليه لو كان كذا، فشوفوا إيش اللي حصل. طيب لو افترضنا هذا الماسك اللي 1 2 3 والأعمدة 1 2 3 4 5 على هذه الصورة، فشوفوا إيش اللي يحصل لو كانت هنا. أوكي هذا الحل الأول اللي نقول لك تجاهل هذه، أوكي مشيها، هذه كمان مشيها، هذه كمان مشيها، هذا هل نمشيها؟ فهذه المفروض النقطة بنحذفها، ما بيكونش عليها إيميج، ما بيكونش عليها أي تحسين. طيب هنا كمان ما ينفعش. طيب هنا اوكي، فافترضنا انه كانت هذه الايميج كان اللي عددها 6 في 9، فبالماسك الجديد بيرجع حجمها 4 في 5، فقللنا الحجم. بالتالي بيقول لك اذا كان الماسك is very large a significant amount of information may be lost، يعني كلما كان الماسك حقك كبير يمكن كمية من المعلومات المهمة يمكن تفقدها، وهذه كمان مشكلة. بالتالي هذا الحل جربوه طبقوه، مشى ببعض الماسك لما تكون صغيرة، ولكن كلما كبر الماسك كلما بيانات مهمة جدا فقدناها من الصورة، فشفنا انه الحل هذا مش قوي، لذلك يمكن نتجه للحل الثاني. بس قبل ما اتجه للحل الثاني بقول لك كيف نحسب حجم الصورة الجديدة. هذا الآن بيوريك على أساس نحن بالحل الأول بالعيوبه، فبس خلينا نشوف كيف قبل ما ننتقل للحل الثاني كيف أحسب حجم الصورة الجديدة. فيقول لك لو كان في معك n في m input image، هذه الصورة الأوريجينال image كان فيها n اللي هي الرو وال m column بحيث إنه عدد الصفوف عد الأعمدة، والفلتر، شوف لو كان الفلتر من نوع a في b، يعني هذا عدد الصفوف للفلتر وعدد الأعمدة للفلتر، هذا اللي أنا أقصده، هذا عدد الأوريجينال image عدد الصفوف والأعمدة، وهذا البكسل عدد الصفوف والأعمدة للفلتر حق الماسك. فكم بيكون الحجم الجديد، الصورة الجديدة؟ فحجم الصورة الجديدة عبارة عن إيش؟ عبارة عن N عدد الصفوف للإنبوت إيميج مضروبة في الـ A عدد الصفوف للفلتر ناقصا 1 مضروبة في الـ B اللي هي عدد الأعمدة للإنبوت إيميج في الـ B عدد الأعمدة للفلتر ناقص 1. نجيب مثال عليه، شوفوا هذه لو كانت الإيميج الآن، هذه قد أجي لك بالامتحان ليش لا، فأنت انتبه، قد أقول لك احسب لي ال size of the output image بعد الفلتر. فلو كانت ال image 256 هذا إيش بيكون n، و 256 بيكون m على أساس إنه ال input image n في m. هنا الفلتر 5 في 7 اللي بتكون ال a في ال b، أطبق هذا القانون بيدي لي القيمة الجديدة اللي شوفوها. طب فبيكون ال output image عبارة 252 في 250. طيب بتشوفوا الآن هنا ايش كانت، ايش كان قيمتها بالاول؟ 256 في 256، الان ايش رجعت؟ 252 في 250، معناتها قللنا، معناتها تم اختصار، تم تقليص، فبعض ال significant information lost، ايش معناته؟ فقدناها. بالتالي شوفوا الان هنا نفس الشيء، هنا يقول لك الصورة 85 مع هذه اوكي كانت هنا، وقلنا لا ما كانتش تنفع. لو كانت كذا، لو كانت كذا الصورة كاملة والفلتر كان كذا بالضبط،
فالانبوت ايميج بتكون 6 في 9، الاوت ايميج الاوتبوت ايميج كمان 6 في 9 لانه كانت على الايميج كاملة، ما فيش اي فقدان هنا، فكانت مرة واحدة فقط. لكن لو كنا خلينا الفلتر يكون على هنا كان بيكون في معك فقدان كثير من الداتا. طيب تعالوا شوفوا لي هنا الان، لهذه لها لحل للمشكلة هذه، او اللي احنا قلنا كيف بنمشي الاوامر هذه على الفقدان هذا، في معك دالة بالماتلاب، طبعا الكلام اللي نشرحه هذا كامل، في معك دالة بالماتلاب يعملها اللي تسمى فلتر 2. هذه الدالة does the job of linear filtering for us. It's used as اللي هي فلتر 2، هنا معك الفلتر وهنا معك الايمج وهنا معك الشيب. فايش اللي بعمل بالضبط؟ استخدم الدالة فلتر 2. شوفوا الان اللي هي السبيشال فلتر، فلو قلت لك السبيشال فلتر او السبيشال بروسينج اللي الان قلت لك قبل قليل اسم الدالة الفلتر، كيف استخدمها بالماتلاب؟ بكتب فلتر 2. طيب من هو هذا الفلتر؟ هذا هو الماسك اللي كلمتك عليه، مصفوفة الماسك اللي الثلاثة في الثلاثة واللي هي الثلاثة في خمسة، هذا الفلتر. من هي الإيميج هذه؟ هي أبو البي 11 اللي الإيميج الصورة الأوريجينال إيميج. وإيش الشيب هذا؟ هذا هو الحلول اللي كلمتك عليه. فالحل الأول قلت لك تجاهل بعض الأرقام، فشوفوا الشيب إيش بيكون، يا إما بيقول لك سيم يا إما يقول لك valid. فإيش معناته هنا؟ لو استخدمت بدل الشيب كلمة دي السيم، أو شوفوا أحيانا ما عمل شيب خالص، هو يعمل لك الديفولت، ما هي الديفولت اللي هي السيم. فبالتالي سواء عملت الشيب يا إما بقول له سيم يا إما فاليد. وعرفنا الفلتر اللي عبارة عن قيم الماسك الإيميج، قيم الإيميج، الشيب يا إما بقول سيم وإما بقول فاليد. لو ما قلتش لا سيم ولا فاليد هو بيعتبر السيم على أساس إنه ديفولت. طبعا هنا هذا الحل احنا استخدمنا الحل الاول هذا الفاليد، اللي ايش لو عملت هنا فاليد اللي الحل الاول واللي احنا قلنا بنفقد داتا. طيب في حل ثاني اللي اسمه السيم. السيم هنا ايش يعمل لك؟ القيم اللي انت تحتاجها يروح يجيب لك زيرو، يضيف لك زيرو لهين. يعني مثلا احنا مش انا قلت لك هنا كم بتفقد؟ قلت لي 5 عناصر. هي كم بتفقد؟ قلت لي مثلا 9 عناصر. فاروح ازود من عندي صفوف واعمده باصفار بحيث حتى الحواف تتعالج، بحيث انت الاصفر اصلا انت الصفر هذا عنصر محايد، بحيث انك لما تضيفه للعمليه ما بياثرش اصلا على الصوره بحد ذاتها. طيب بوريك الان على الفاليد، عرفناها الاوله انه بحيث انه الحواف ما يجيش لعندهن، بس هنا بيحصل فقد للداتا. اما السيم شوفوا ايش اللي حصل، شوفوا السيم. طيب في معك اشتهى قبلها، قبل هذه العملية في تقريبا نسيت، لا في معي هنا، لكن طبعا هو كان المفروض عاد في واحد، بس بوريك بنرجع بس الخط المفروض كنت أزيد لكم واحدة، شكلي مسحتها. طيب شوفوا اللي بعملها هنا، لو عملت valid بحيث اني قلت لك اللي هنا ما ينفعش، ما ينفعش اعمل اللي هنا، ما ينفعش اللي هنا، ما ينفعش اللي هنا. طيب لكن لو عملنا بالبادنج بحيث انه ذا الصف بزيد له اصفار، وهنا بزيد له أصفار من عندي، وهنا بزيد له أصفار من عندي، وهنا كمان أصفار من عندي، بحيث العملية لو جيت أعملها كذا بتتنفذ لأنه في أصفار هنا كمان بالمكان هذا الفاضي، أنا أصلا كذا كذا أضفت أصفار. كمان لو رحت للمكان اللي بعده، طيب خليني أعدي بس على أول واحدة، خلوني أنا بس أرجع الآن خطوة لورا على أساس أقول لك لما نعمل سيم هنا. شوفوا الآن بعدي مضبطين ولا في حاجة ربشة؟ بعدي أسئلة ثالث متابعين بعدي. واضح. طيب ايوه شوفوا الآن بطبق لك من البداية على الاثنين الحلول. شوفوا هنا، من هنا 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 أوكي، هنا كمان أوكي، هنا كمان هنا لا. فإيش أنا بعمل؟ يا إما الحل الأول لو أنا عملت valid، إيش الحل الأول؟ هذه ما بيعالجهاش خالص، بتجاهلها نهائياً. لو عملت سيم لا ما بيتجاهلهاش، بيعملها ولكن مع الاصفار اللي اضفته لهنا. فبالتالي كمان لو جيت تشوف على هنا، هنا كم بيعمل لك اصفار؟ بيعمل لك هنا اصفار كامله وهنا عمودين فيه اصفار. طيب لو جينا كمان هنا بيعمل لك بس 3 اصفار اللي هنا، هذه اللي السيم، بحيث انه عالج كل نقطه، اي نقطه موجوده بتعالجها. طيب لو جينا نشوف